كده كده الحلوين، اهلا بيكم. دلوقتي الجزء الثاني اللي قلنا هنجرب فيه نرسم الكواكب بطريقه مختلفه. دلوقتي احنا هنرسم بالطباشير زي ما احنا شايفين كده. هنخلي بقى جنبينا اي حاجه عشان ايدينا هتتبهدل شويه، بس ايه، عادي عادي. هنجيب اي طباشير. هو الطباشير ده شويه عشان الاولاد هنا يرسموا على الرصيف وكده، بس ممكن نستخدم اي طباشير عادي، يعني لو صغير يبقى افضل برضه. خلاص، فاحنا هنرسم مثلا دايرة هنا، ونرسم لون أزرق مثلا دايرة هنا، مش هتبقى كاملة. ونجيب مثلا كده برضو واحد كده هنا مش كاملة، كوكب كده صغنون. ممكن نرسم مثلا هنا البرتقاني، نرسم تمام. هنرسم مثلا لو ديت الأرض، فاحنا مثلا هنعمل جزء كده كأنه القارات مثلا. عايزة أشوف أخضر غامق شوية. نلون هون الجميل في الطباشير، انه ممكن حتى بالايدين نقدر نعمل ايه، سموثنس شوية للون، او ممكن لو الكتاكيت صغنططة شوية ممكن نستخدم قطنة او حاجة بحيث ان نخلي اللون شوية موجز. اوكي، نيجي مثلا هنا نرسم ايه، حبة ازرق. ازرق حاسه مش ازرق قوي، مش عارفه ليه ازرق كده دايما. لا هما كلهم زي بعض بصراحه. طيب في الحاله دي بقى هنعمل ايه؟ انا حاسه ان القارات مثلا مش باينه من المية. هعيط بقى ونادي الماما وكده؟ لا، ممكن ان انا استخدم الباستال او الشمع في ان احنا نحدد شوية اجزاء منها تبين الفرق. اوكي، يعني تعال كده. نرسم بقى هنا هوت ده، نجيب مثلا بنفسجي كده على بينك مثلا، نعملهم ايه كأنهم الوان كده داخله في بعض. ده نعمله اورنج. نحط معاه غامق شوية، الغامق والفاتح مش راضيين يفرقوا علشان خاطر الباك جراوند اسود. كده بقت الرسمة عندنا جاهزة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الطريقة بتاعتنا ان احنا هنجيب فرشتين، واحدة منهم صغيرة زي ما عملنا في الفيديو اللي فات، نحاول نركز شوية في الحتت اللي هي الفاضية مش على الكواكب نفسها. ماشي، الأبيض
ممكن نحط أزرق أو لبني فاتح، هيدي برضو شكل حلو معانا. كده رسمنا بطريقتين، دي نفس الطريقة اللي فاتت بس مرة احنا رسمناها بألوان الأكريليك بس، ومرة رسمناها بالطباشير والباستال أو الشمع على خلفية سوداء. أوكي، أتمنى تبقى عجبتكم الطريقتين، ويلا بينا نشوف فكرة تانية جديدة.